عبر الهاتف. للمزيد من المتابعة ينضم إلينا الآن سيادة اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد. سيادة اللواء أرحب بك. إذن يعني شعب بورسعيد وأهالي بورسعيد دائما معروفين بالبطالة والعزة، ودائما ما يكون هم خط المواجهة الأول للتضحية لتراب مصر. دعني أتحدث معك عن زينب الكفراوي سيادة اللواء، تفضل. هو النهاردة يا فندم مصر وبورسعيد فقدت أحد رموز البطولة النهاردة من جزء المقاومة الشعبية في مصر بورسعيد. كانت استطرت هي وزملائها الفدائيين في سجل النور في سجل البطولة المصرية، وجعلت اسم بورسعيد المقرون بها اسم المدينه الباسله. وفي نفس الوقت معظم دول العالم سمت باسم معظم شوارعها بنيه بورسعيد الباسله. احنا النهارده بننعي شعب بورسعيد والشعب المصري كله، لان احنا فقدنا النهارده قدوه ونموذج مشرف لمصر كلها. سيادة اللواء، يعني كان هناك اليوم جنازه مهيبه شيعها اهالي بورسعيد. دعني اتحدث معك عن هذا الوفاء بالعهد والوفاء بتضحيات ابناء شعب مصر في سبيل الوطن. يعني الان عند توفي زينب الكفراوي اهالي منطقه بورسعيد قاموا بهذه الجنازه لها، وذلك يعني اعتزازا بما قدمته لمصر في اونه ماضيه. دعني اتحدث معك عن هذه الجنازه سياده اللواء، تفضل. النهارده فن بورسعيد كلها عن بكره ابيها، شباب ونساء ورجال النهارده كانوا بيشيعوا كنائس الفقيده الفدائيه العظيمه، والنهارده كنت انا على راس هذه المشاكل على راس المودعين لهذه الفدائيه العظيمه. كنا النهارده وصلناها على مشواها الاخير في قبر محافظه بورسعيد. والنهارده ان شاء الله هيبقى في صلاه كتير جدا معمول في دار مناسبات السلام يستقبل في العزاء من اهل بورسعيد ومصر كلها. نعم سيادة اللواء، كونك محافظ بورسعيد يعني من أهم محافظات مصر، دعني أتحدث معك عن زينب الكفراوي تحديدا، عن البطولات التي قدمتها إلى مصر أثناء الأحداث الماضية. دعنا نذكر بها من يشاهدنا. هو طبعا الفدائية زينب الكفراوي كانت 56 شاركت مع زمايلها فدائيين في إن هم يدافعوا عن تراب المدينة الباسلة، وقعدوا 48 يوم في قتال شرس مع العدوان الثلاثي لغايه لما الحمد لله تم الجلاء عن محافظه بورسعيد في ديسمبر 22 ديسمبر 56. بالاضافه ان ما ننكرش لازم نشكر برضو ان سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي كرم الفدائيه العظيمه مرتين في عيد النصر بورسعيد في سنه 2017، وكرمها في مؤتمر شباب العالم اللي كان موجود في الاسماعيليه سنه 2018. وبالاضافه ان محافظه بورسعيد ان شاء الله تكرمها ان شاء الله وتسمي من اعظم شوارع بورسعيد باسم الفدائيه زينب الكفراوي. بالاضافه ان الرئيس وجه ان احنا نعمل متحف قومي لمحافظه بورسعيد تم انشاؤه في 2018، وحط تاريخ محافظه بورسعيد 56 بما فيهم هذا النموذج العظيم زينب الكفراوي عملناه تمثال عظيم وتاريخنا سجل في متحف بورسعيد القومي. نعم سيادة اللواء، يعني دعني أختم معك بهذا السؤال وأيضا بهذه الكلمات التي ستقولها في هذه النقطة تحديدا. كيف نستطيع القول أن مصر دائما لا تنسى أبطالها وأولادها من جمهورية مصر العربية؟ فن مصر ولادة بأبطالها، وفي نفس الوقت إحنا لا ننسى كل من هو ساهم في رفع اسم مصر عليها ودافع عن تراب مصر. مصر عمرها ما بتنسى أبنها أبدا. أنا بشكرك شكرا جزيلا وكل التحية والتقدير لشهداء هذا الوطن، وأيضا لمن ضحوا في سبيل هذا الوطن. كنت معي عبر الهاتف سيادة اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، شكرا جزيلا لك.